تقول إذا طفت في البرقع في الحج مع عدم علمي أنهم ذاهبون إلى الطواف، فما حكم عملي؟ البرقع محظور على المرأة وهي محرمة، يجب عليها أن تنزعه وأن تغطي وجهها بالخمار. فإذا كانت متعمدة للبس البرقع وهي تعلم أنه لا يجوز لها، فعليها فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح الشاة، مخيرة بين هذه الأمور. أما إذا كانت لا تعلم فإنها لا تؤاخذ، ليس عليها شيء. نعم.